مساء الخير على كل متابعينا ومشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة من برنامجكم نحو الهدف والموسم الثالث. النهاردة معانا موضوعين مهمين جدا ومختلفين تماما عن بعض. الموضوع الأول بيهم كل الستات وكل الرجالة في كل مكان، وهو هل الزوج بيقف عائق أمام طموحات زوجته؟ نعم أم لا؟ طبعا الأرقام بتاعتنا موجودة أسفل الشاشة، وياريت الكل مشاهدينا المحترمين طبعا المتابعيننا في كل مكان يشاركونا بالاتصالات. وفي الموضوع المهم جدا ده النهاردة بنتكلم عن العلاقات المؤذية، العلاقات المدمرة، العلاقات اللي بترهق المرأة. وطبعا معايا الأول، خلونا الأول نرحب بأمنية. ازيك يا أمنية؟ مساء الخير يا دينا. مساء النور عليكي. أمنية، طبعا انت عارفة ان موضوع العلاقات المؤذية او علماء النفس بيسموها العلاقة السامة، لأن هم بيقولوا إن العلاقة السامة دي أو العلاقة المدمرة أو المؤذية بترهقك، بيبقى الراجل عبارة عن شفاط كبير قوي، أو ممكن تكون الست اللي هو يعني أطباء علم النفس واستشاريين كبار جدا قالوا إن في ست ممكن يعني تصاب بمرض النرجسية اللي هو النارسيزيستيك سبلاي أو السايكوباتية. مش لازم يكون الراجل، ممكن تكون أم، ممكن تكون زوجة، ممكن تكون أخت. عايزة أدردش أنا وإنتي النهاردة في الموضوع ده وأعرف من وجهة نظرك، لما الست بقى بتكتشف إن هي في علاقة أو إن ريليشن شيب، في علاقة سامة، مخطوبة أو زوج أو أخ، تتعامل إزاي؟ هي المفروض ان احنا نكون عارفين ان دي ظاهرة اجتماعية منتشرة بشكل كبير، فالمفروض يكون ليها تعامل خاص جدا. فاحنا المفروض نعرف بس ازاي نعرف ان احنا في علاقة سامة. تمام، دي اول حاجة. فنعرف ازاي ان احنا في علاقة سامة، اولا لما يبقى فيه في العلاقة زهق، ويبقى فيه تعاسة، ويبقى فيه كسرة، ويبقى فيه ارهاق، ويبقى فيه ضعف، دي علاقة سامة على طول. ولما يبقى فيه سلبية على الشغل وعلى العلاقات، تمام، دي علاقة سامة. تمام، لما الراجل تكتشفي ان هو بالفعل هو شخص مؤذي او مدمر او بيشفط طاقتك، أو اسمه الرجل الشفاط او الرجل اللي بيسلب منك البوزيتيف انرجي وبيديكي او بيوصلك للنيجاتيف عفوا انرجي، دايما محبطه، دايما مرهقه، دايما مش واثقه في نفسك، دايما بيهين، احيانا بيضرب، احيانا بيكسر طموحاتك وبيمنعك من الشغل، هتوافقي؟ لا، لو انت اوريدي اتحطيتي في الموقف ده، لا لا لا، هتسيبي شغلك ولا هتسيبي الشخص نفسه؟ يعني احنا ممكن نتفاهم مع بعض، وممكن يعني لو وصلنا لحل تبقى احسن كتير من ان احنا نختار ما بين الاتنين يعني. بس لو الموضوع فيه اختيارات هتبقى انانية منه جدا ان هو يخيرك ما بينه وما بين الشغل او ايا كان ايه هي. تمام، يعني انت من رايك نحاول ان احنا نقرب وجهات النظر. طبعا نحاول، طبعا يعني فعلا لما الـ الـ الراجل والست عموما، مش لازم نقول زوج وزوجه، ممكن نقول مخطوبين او لسه في بدايه ان ريليشن شيب، لسه العلاقه بتبدا، لازم نبقى صراحه، لازم نبقى واضحين، لازم من الاول نحط الهايلايتر او العناوين الرئيسيه والنقط طبعاً. الرئيسيه، نفضفض مع بعض، نتناقش وندردش ونتكلم ونحط البوينت اللي انا هبقى مستريحه لو انت عملتها، وانتي كمان ايه الحاجه اللي هتبسطك او ايه اهدافك؟ لو شغلك يبقى تكملي شغلك. بصي يا دينا، هو العلاقه السامه من وجهه نظري ان هي بتبقى من البدايه ما بنكونش موضحين لبعض ايا كان احنا ايه الحاجات اللي فيما بعد هتسبب لنا مشاكل، ولا ايه الحاجات اللي فيما بعد هتضايقنا من بعض او الكلام ده، مفيش صراحه، فتبدا العلاقه من هنا تتسمم، ما بيكونش صراحه خالص مع بعض، فيبقى في ارهاق وتعب وضعف، ونحس ان طاقتنا بتستنزف، ونحس كمان ان نظرتنا للحياه بوجه عام اتغيرت. اللي يشوفك يقول، يعني لو انت ان ريليشن شيب بيحسوا ان مش انت، يعني بيشوفوا يقولوا لا ده الانسانه دي متغيره، مش شخصيتها، شغلها ما بقتش فيه زي الاول، يا اما بتتراجع، لا اما بتتراجع يا اما اوريدي بتسيب شغلها، لان في امنيه راجل خبيث اللي هو السايكوباتي المبدع، ده من انواع الشخصيات الخبيثه شويه، او بيطمنك خالص ان انت تمام وهتفضلي في شغلك، ويكئبك ويتعبك، لا بيسيبك الاول في الخطوبه، يوهمك ان انت هتفضلي في شغلك مفيش عنده اي مشاكل، لكن تتفاجئي بعد ما تخشي في الجواز ان دي عشان ما بنكونش احنا متفقين، مفيش شغل، ما بنكونش احنا في الاول نقول احنا ايه اللي هيضايقنا، ولا نحط حروف، عارفه نحط نقط على حروف كده، تمام، المفروض نتكلم فيها، ده ما بيبقاش موجود. تمام، فعشان كده ده بيحصل. احنا من الاول يا جماعه، لو فعلا فعلا
كلنا صراحه مع بعض، انت وهو من الاول تحطوا النقط الرئيسيه، انت لو بتشتغلي قولي له ده شرط مش هينفع تخلى عنه ولا تنازل، لان لو اتنازلت اوريدي ده هيهد البيت نفسه. فمن الاول تحطوا مش هقول شروط، بتحطوا القواعد الرئيسيه او الانستراكشن، التعليمات او الحاجات التعليمات الاساسيه اللي احنا الاثنين لازم نلتزم بيها. انا شغلي مش هتخلى عنه، هو قبل بده تمام نتوكل على الله ونتجوز ومفيش مشاكل، لو رفض يبقى نتأكد ان العلاقة كده هتبقى فيها مشاكل كتيرة جدا. الكرامة، عزة النفس، لو انت اوريدي محافظتيش على كرامتك وعزة نفسك وكيانك محدش هيحافظ عليه. مظبوط يا أمنية؟ طبعا. عايزة اقولك ان احنا ممكن نعالجها بطريقة كويسة، ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نشوف مميزاتنا، نحاول ان احنا نقول ايه اللي مضايقنا، ايه اللي جوانا، احنا متضايقين من ده او احنا مش حابين ده، ونكتشف مميزاتنا، نعزز نفسنا ونشوف قيمتنا كويس قوي. ما تتقبليش الاهانه ابدا ايا كان يا امنيه. لا لا لا، اسوا العلاقات يا دينا بيبقى فيها تعدي بالضرب، دي اسوا العلاقات. بس لو انت اوريدي لقيتي ان حدودك يعني في اعتداء على حدودك، يعني في الانجليش بيقولك دايما يو كان بي انفلنت از يو لايك بات ذير ليميتيشن، دايما انت حره وانا حره وكل بني ادم حر، لكن في خط احمر ما ينفعش ان احنا نتعداه. في ناس بتتعدى الخط الاحمر، ما ينفعش نعديه. الليميتيشن او الحد بتاعك لو حصل تعدي بالكلام او تعدي على شغلك، ابتدى في انتقادات وفي تعنتات وفي سيطره وفي تسلط، تسلط لازم توقفي من الاول، لان لو في تجاوز وانت سمحتي بده هيزيد يا امنيه. في ناس في الجواز للأسف بالذات ما بتعرفش تعمل ايه، يعني اللي هو طب هنعمل ايه، مش هنخرب بيتنا عشان حاجه زي دي، فبتضطر تقعد. وانا بصراحه مش ولا ضد ولا مع، يعني الموضوع بيبقى كبير الموضوع قوي. الموضوع سلس يا امنيه، لو في فليكسيبيليتي، لو في احنا الاثنين مع بعض، لو زوج وزوجه مثلا ابتدوا يا جماعه يتناقشوا بمنتهى السلاسه، والله العظيم الحياه سهله جدا، الدنيا حلوه جدا، في ايجابيات حلوه قوي، الحياه الزوجيه مش حرب، احنا مش في حرب، انا هغلب او انت هتغلب، لا انت شويه نتفاهم. لو انت شايف ان زوجتك طموحه وناجحه اوريدي وانت واخدها جرادويشن، يعني جرادويتد فروم مثلا الكليه اللي هي بتحبها وناجحه واوريدي عملت كيان وخدت ستيب حلوه قوي في حياتها، ما ينفعش توقفها، بالعكس دي ام اولادك، يعني كل ما هتعلى وكل ما البوزيشن بتاعها بيزيد دي باك جراوند ليك، دي خلفيه ليك، بتعكس مرايه ليك، انت اللي مخليها مبسوطه، انت اللي مخليها ناجحه، انت الظهر والسند. مظبوط. طبعا ما ينفعش ان احنا نقتل طموح ونحاول على قد ما نقدر، يعني الغيره انت مش مع الغيره خالص. لا لا لا، الغيره السلبيه مش الغيره الايجابيه. الغيره اللي توصل الغيره الايجابيه انت معاها، السلبيه لا طبعا، لكن السلبيه مش معاها. لا لا ما تنفعش خالص يا دينا، احنا لازم نبقى سلسين زي ما انت بتقولي مع بعض، لازم نكون متفقين على كل حاجه من الاول عشان فيما بعد ما يحصلش المشاكل دي كلها. تعالي نتناقش شويه عن الاسباب يا امنيه اللي خلت الراجل اصلا سايكوباتي او نرجسي او شايف نفسه اعلى من المراه، يمكن يكون ده. تمام، بس قبل ما الزوجه والزوج، احنا عايزين النهارده نوصل انا وانتي رساله لكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، يا جماعه كل اب وام بيشوفونا لازم تفهموا ان في طريقه تربيتكم للاطفال طريقه سويه نفسيا ام لا. لما انت بتربي ابنك من هو صغير انت احسن من اختك، انت تاكل ما تقومش تشيل، انت اختك هي اللي تشيل مكانك، تقوم ما ترتبش السرير، لا اختك هي اللي ترتب لك مكانك، تزعق لا اوعي تردي تبقي قله الادب عيب، اخوكي الراجل يشخط فيكي ويزعق عادي، لكن انت بنت عيب تردي. المجتمع الشرقي كله كده يا ما ينفعش ما ينفعش. يا جماعه احنا الافضليه للراجل في حاجات ربنا عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، طيب دي نقطه، لكن احنا بنتكلم على تنشئه، على التربيه. التربيه يعني يا امنيه تعرفي ابنك انه زي بنتك بالظبط، اكل يقوم يشيل مكانه، قام من على السرير يقوم يوضبه ويرتبه، ما عندناش اي مشاكل لو يقوم يساعد في المطبخ. ده مجتمع يا دينا، احنا كده عايزين نغير حاجه كامله، نغير ما دام في، طول ما انت عايشه كل دقيقه بتعدي عليكي لازم نغير ولازم نعدل، وطول ما انت عايش لازم تعدل في افكارك وتعدل في طبيعتك وفي كل حاجه، مبادئك لو فيها حاجه عايزه تتظبط اكتر ظبطها. لازم تعلمي ابنك ان مفيش اي تقليل من شأنه لو وقف في المطبخ وساعد في تنظيف الصحون او حتى يطبخ معاكي، مفيش اي مشاكل. لازم تعرفي انه يحترم اخته ويستأذن. انت عارفه يا امنيه حصل حاجه يعني
صعبة جدا. كانت قصة كده جات لنا على الفيسبوك، على صفحتنا على الفيسبوك، وطبعا هنكتب دلوقتي اللينك بتاع الصفحة للتواصل لكل مشاهدينا يتواصلوا معانا. يعني في موقف حصل، كان الولد ماسك الريموت، مصمم على قناة، واخته مصممة على قناة تانية. تمام، على قناة تانية. راحت مامته وباباه مزعقين لها وشاخطين فيها وادوله الريموت. هو اللي لازم يعمل كده. طبعا معانا دكتورة غادة مظلوم، استشاري الصحة النفسية. اهلا بحضرتك دكتورة غادة. اهلا بحضرتك يا فندم، منورة الدنيا كلها. اوضح لحضرتك حاجة، استشاري علاقات انسانية. اهلا بيكي، اتفضلي، منورة الدنيا كلها يا دكتور. ربنا يخليكي، منوره بيكم. اتفضلي دكتور. كنا عايزين نسال حضرتك عن الراجل اللي بيقتل طموح زوجته، الراجل اللي هو بيعتبر شخص سام او مؤذي او شخصيه مدمره، اللي حضراتكم طبعا بتطلقوا عليه ان هو فعلا يعني سلبي جدا في حياه المراه، ده ايه اسبابه ونعالجه ازاي؟ نعالج الموضوع عشان البيت ما يتخربش وما نوصلش لا قدر الله لانفصال وطلاق. طيب خلينا ان احنا ما نشخصنش الامور ونقول الراجل ونقول الست، هي شخصيه. اوكي؟ الشخصية لما بتبقى غير سوية بتسبب اضطرابات لنفسها واضطرابات لكل اللي حواليها. يعني احنا لما نقول مثلا ان ده شخص نرجسي، ان ده شخص سايكوباتي، ان ده شخص شكاك، الاحتمالية دي ممكن تكون لراجل ممكن تكون لست، بس يمكن لان الراجل نقدر نقول هو رب الأسرة، هو القوام، هو ليه سلطة أعلى شوية في البيت، فبتبقى يعني تصرفاته مؤثرة على الزوجة. لكن الحقيقة برضو ان الزوجة لو فيها نفس الصفات الغير سوية دي هي برضو هتدمر البيت. فبداية الحياة هي ما تمشيش ابدا من غير علاقات، الحياة هي مجموعة من العلاقات، كل ما العلاقات دي تبقى سوية، كل ما تبقى ناجحة، كل ما تبقى حياتنا اهدف وفيها يعني مصدر للسعادة. يا دكتور يا دكتور، طيب احنا كنا عايزين نعرف ازاي نتعامل مع العلاقة السامة، يعني ازاي نقدر نتعامل معاها؟ طب خلينا ان احنا نفصلها اتنين، نتعامل معاها ازاي. اول حاجة ان انا لو لسه ما دخلتش في الحياة الزوجية، اول حاجة ان انا اكتشف ان انا في علاقة سامة او علاقة سيئة غير سوية، فطبيعي جدا ان انا ابعد عنها واتجنبها. ايه اللي دخلني فيها اصلا؟ العلاقة دي اعرفها ازاي؟ لما الاقي نفسي ببذل فيها جهد بدون مقابل، لما الاقي مفيش ثقة، سواء اللي قدامي ما عندوش ثقة فيا فبيشك فيا، أو إن هو بيهدد ثقتي وأماني النفسي فدايما بيهددني باستمرار. تمام. بحس كمان إن كتير النقد، العلاقة معاه تقدري تقولي مش بتلبي الاحتياجات النفسية والمعنوية بالنسبة للطرف الثاني. تمام، يعني مؤذية بشكل متكامل. بنلاحظ ان الست نفسها متغيرة وكله بيجمع على انها في علاقة سامة ومتغيرة للأسوأ. بنشكر حضرتك جدا على الإضافة المهمة جدا اللي حضرتك أضفتيها لنا النهاردة دكتورة غادة مظلوم. طبعا مشاهدينا يعني كلنا شايفين ان الزوجة دلوقتي بتحمل على عاتقها طبعا مسؤولية البيت، مسؤولية المطبخ، مسؤولية إدارة المصاريف، لان ليها بادجت معين لو الراجل هو اللي بيصرف، لان دلوقتي في انظمه مشتركه ان الست لو بتشتغل، في بعض الازواج بيقولوا المشاركه في البيت. فاحنا النهارده لو بنتكلم على العلاقه السامه، الست بتتعب جدا فيها، ولو الست هي اللي نرجسيه او سايكوباتيه او شخصيه مؤذيه او لديها اضطراب نفسي، الزوج بيتعب معاها جدا وابنائها كمان بيتعبوا. محتاجين طبعا يعني تشرفونا بكل اتصالاتكم على الارقام اللي موجوده على الشاشه، وطبعا يا ريت كل الكومنتس اللي حضرتكم هتشرفونا بيها على صفحتنا على الفيسبوك، ان شاء الله هننزل اللينك على اسفل الشاشه. امنيه، يعني انت من رايك ايه النقط المهمه لانجاح العلاقه بعد التورط؟ انت اوريدي تورطتي مثلا واكتشفتي ان جوزك بالفعل شخص متسلط وقال لك انا يا الشغل، يعني خلاص مفيش امر تالت، هتتنازلي عن اولادك وهتخربي البيت وتهديه وتروحي تكملي شغلك، ولا تحاولي بالراحه بطريقه فيها فليكسيبيليتي وبطريقه مرنه وسلسه تفهميه بالراحه وتقربه وجهات النظر بدون اي مشاكل او هدم للبيت ده؟ بصي، هو احنا نخلينا قويين كده فاهمه، وندعم نفسنا بنفسنا، يعني لو حاجه زي دي حصلت ونحاول على قد ما نقدر السلاسه يدينا، لازم نتكلم بسلاسه ولازم نقعد نفهمه وجهه نظرنا واحنا عايزين او احنا شايفين بسلاسه وبطريقه كويسه. وافق؟ وافق.
ما وافقش من وجهة نظري، لا يعني ده بيبقى شخص أناني وبخيل في مشاعره، مش بخيل فلوس، بيبقى بخيل مشاعر. يعني ما بيقدرش الحاجة اللي احنا وصلنا لها، احنا بقينا ناجحين قوي فالمفروض يفرح بنجاحنا، يشجعنا، يسندنا، يدعمنا، يبقى سبورت لينا في كل حاجة. لكن فكرة ان احنا نتحط في مقارنة، لا ما ينفعش يحط نفسه في مقارنة. بصي يا أمنية، الست طول ما هي مع زوج الناس بتشوف صورتك، عينيكي ما بتكذبش، شكلك وهيئتك ما بتكذبش، فالإجماع على إنك بعد الجواز مثلا، يعني معظم الناس بيقولوا الإيفالويشن وتحليل الشخصية بعد الجواز، يقولوا لك إيه دي نورت بعد الجواز، ده دخل حياتها نورها، يا بختها دي واقعة واقفة، في ناس كده بيقولوا الكلام ده. ففي حد تاني يقول لك إيه، يا هي بقت عامله كده ليه، دي ما بقتش هي، دي بقت واحده تانية، شكلها اتغير، طبعا عينيها دبلت، شكلها عجز، طبعا اتبت، دي المشاكل بتعجز وبترهق وبتتعب وبتضعف اكتر يا دينا، الموضوع بيبقى كبير تمام. قوي بسبب الموضوع ده. تمام يا امنيه، معانا استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك، اتفضل. لو حضرتك بتقول ان الست هي كل حاجه في البيت، صح؟ لا انا، لا لا لا، الراجل سند وظهره كل حاجه، لكن احنا بنتكلم على الشخصيه اللي عندها اضطراب سواء زوج او زوجه، ما حددتش حد محايدين، بينه. لا احنا بنقول احيانا بنتكلم بتكون على الزوجه علاقة. واحيانا بيكون الزوج، احنا بنقرب وجهات النظر علشان نحل الازمه دي والمشكله دي ونخلق بيت سعيد. فرأي حضرتك ايه؟ ماشي تمام. هو انت زي ما انت قلت كده ان فعلا الست دي حاجه مثلا في البيت، كتير الست في العيال الصوت بيقطع. بنشكر حضرتك جدا استاذ محمد على المكالمه الجميله دي. استاذ محمد اكد على نقطه، واستاذه هدير في الحلقه السابقه كانت برضو بتتكلم عليها، اللي هي الحقوق والواجبات والمساواه، ان المفروض يا جماعه طول ما حقوقنا احنا واجباتنا، يعني طول ما انت يا امنيه عارفه ان حقوقك ايه وواجباتك ايه، بتعملي اللي مطلوب منك وبتدي اللي مطلوب منك وبتاخدي ما نبقاش اشخاص انانيين. بتبقى طبعا علاقه يا جماعه فيها اريحيه، انا مستريحه، انا ساتسفايد، مبسوطه، بيبان على عينيا، بيبان ان انا عايزه ادي اكتر في البيت، عايزه اغير ديكورات البيت، عايزه اعمل احلى اكله. انت عارفه يا امنيه، في دكتور يعني محترم جدا، دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه، بيأكد على ان حتى في اكلك، لو انت بتعملي الاكل بحب بتطلع طاقه حب، بيطلع الاكل حلو جدا وصحي جدا ومختلف عن لو بتعمليه بطاقه سميه، طاقه سامه، لو يقعد يقول لك اكلك وحش، انت الكلام اللي هو اللي بيدي طاقه سلبيه. مريم اهلا بيكي، مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي منوره. ايه حضرتك اللي منوره الشاشه كلها والضيفه بتاعت حضرتك منوره. ربنا يساعدك يا رب، اتفضلي معانا، قولي راي حضرتك في موضوعنا النهارده. حضرتك انا شايفه ان لو الزوجين اشتركوا في كل حاجه في البيت فعلا الحياه هتبقى سهله قوي وجميله. الله يساعدك، مظبوط، لو كل واحد حس بالتاني فعلا الحياه هتبقى حلوه. يعني مثلا لو الراجل لقى مراته جايه من الشغل تعبانه فحاول يساعدها، هيخفف عنها تعب اليوم كله. فانا فعلا بقول لكل زوج وزوجه ساعدوا بعض. تمام، شكرا جدا جدا على الاضافه الجميله. يا جماعه الحياه الزوجيه حلوه قوي، الحياه الزوجيه والله فعلا فعلا بتحس ان في اضافه في حياتك، انت بقى ليكي بيت مستقل، انت ملكه المملكه دي، البيت ده انت قاعده بقالك فتره بتبقى كبيره مع اهلك، مع باباكي وجميلة ومامتك، وصلت لكذا حد في حياتك، فجاه بتلاقي راجل واحد اللي هو الزوج هو السلطه الاولى والاخيره في حياتك. طبعا بيتك مملكتك، بتغيري الديكورات زي ما انت عايزه، بتعملي بتحققي نجاح حياتك، طموحاتك، بتنجحوا، بتكبروا سوا، بتدعموا بعض، بتساندوا بعض، بتبهجوا حياه بعض. الحياه الزوجيه ممتعه يا جماعه فعلا، ربنا عز وجل يعني خلق لنا الحياه دي وقدسها وقال عليها الميثاق الغليظ لما لي عند ربنا من قيمه كبيره قطع جدا. كلامك يا دينا، وجعلنا بينهم موده ورحمه. الله يسعدك، يعني كلام مهم جدا، ده لازم الموده كلنا والرحمه، نعرف ده. يعني
ربنا عز وجل ما ذكرش العلاقه الزوجيه غير بالموده والرحمه، يعني فعلا المشاركه والمسانده وان احنا نحس ببعض ونبقى حنينين على بعض. مش لازم يا جماعه نتعنت، ايه ده بص لي وحش، ايه ده خبطني، ايه ده قال لي كذا، لا بنشيل من بعض وقتها كمان يا دينا، وبنشيل بس من بلاش تجاوز، يعني ما تعديلوش قوي، هو ما يعدلكيش قوي، تدوسوا على بعض. لا التجاوز هنا لما بيبقى فيه تجاوز بتبتدي تشيلي منه ويشيل منك وما يبقاش فيه صراحه، وخلاص لازم تفضفضي له العلاقه وقتها فعلا بتتدمر. تمام، فاهمه، بتحسي ان فعلا وقتها خلاص في حاجات كتير بتروح. تمام، عارفه يا امنيه، يعني عايزه اقول لك بجد، لو بمقارنه بيتين، بيت فيه رجل متسلط ومتعنت وعصبي وديكتاتوري، هتلاقي زوجته باين عليها والله العظيم الكآبه، الحزن، سنها كبر، جالها بعض الامراض، اكتئبت، اتبت، شكلها بقى وحش، كبرت، هو بينعكس عليه انه مش سعيد، بيت مظلم، بيت كئيب. على العكس، حياه كلها شباب، شباب مش في السن، الشباب في اسلوب الحياه، اسلوب حياتك ان انت شباب. في ناس اجانب انا لسه يعني قاريه قصه حلوه جدا جدا لزوج وزوج عندهم يعني هي 75 وهو 79 سنه، بيشاركوا بعض في كل حاجه، باكلهم صحي، بيعملوا حاجات تمارين رياضيه. طبعا معانا دلوقتي الكاتب الصحفي احمد القاضي، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بحضرتك، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير استاذه دينا. مساء النور على حضرتك. مساء النور استاذ احمد. يا رب دايما كده منورين الشاشه. ربنا يخليك. راي حضرتك ايه في الموضوع بتاع النهارده؟ الراجل اللي بيقتل طموح زوجته. هو الصوت يمكن يكون بعيد شويه بس انا بحاول اسمع. ايه راي حضرتك في موضوعنا النهارده، الراجل اللي بيحاول يقتل طموح زوجته او يمنعها من الشغل او يوقف نجاحاتها، راي حضرتك ايه؟ نعترف ان ده للاسف واقع مرير بتمر بيه بعض الاسر المصريه. مظبوط، ده للاسف ده واقع، فكره ان الراجل ساعات بيغير من زوجته، فده حقيقي موجود، وطبعا ده بيبقى موجود نتيجه ان في بعض السمات الشخصيه الزوج بيبقى اتقطع يعني الاتصال. للاسف حاول الاتصال بينا مره اخرى استاذ احمد. قال فعلا ويعني اقر واعترف كراجل، ده انا واخده الاعتراف ده، انا فخوره بيه جدا ان هو اعترف يا امنيه ان طبيعه العادات والتقاليد في التربيه بتبقى مختلفه، بيبقى فيها عنصريه. عنصريه. معانا تقرير هنطلع بيه ونشوف راي الشارع والناس ايه، ونرجع لكم، خليكم معانا. هل الزوج يعد عائق امام طموحات واحلام المراه في مجتمعنا الشرقي المتمسك بالعادات والتقاليد؟ تعالوا بينا نشوف. لو بنت حضرتك موظفه وجي خطيبها او جوزها قال لها تسيب الشغل، انت ايه رايك حضرتك في الموضوع ده؟ اقول له لا ما يسيبهاش، لان انا بنتي مهندسه ميكانيكا، وتعبت عليها وانا راجل فلاح وتعبت واجتهدت عليها وبقيت استلف فلوس، وان انا عشان اديها كمل علامها وكده وبتاع، وجيت اديتها له وجوزتها له برضك، فبيقول لي رحت انا شغال وشغال، قال لا ما شغلهاش يا عم، ده مهندسه وانا تعبت عليها وكنت بستلف فلوس والله عشان ان انا تكمل تعليمها. واولا لو الشغل ده كان قريب من المنزل، بحيث مثلا ان ده فرصه لتربيه الاولاد وفي نفس الوقت انها تعتني بيهم وتاخد بالها من زوجها وكده، مش شايف فيه مشكله. انما لو كان المكان هيبقى بعيد بسبب كبير يعني، فبالتالي ياخد وقت جامد، فالوقت ده هيأثر عليها بالنسبه لانها تجهز الطعام او تربي الاولاد او كده. لا هختار جوزي. طب ليه؟ لان الحياه الاسريه وجعلنا بينهم ميثاقا غليظا، اما الشغل فعادي مش مشكله الشغل، المهم ان انا ابقى حياتي الاسريه مستقره. لا طبعا، عشان ما ينفعش ان عندنا حد في البلد هنا ما بيشتغل في اي حاجه. هو الراجل بيشيل الدنيا كلها عندنا هنا في البلد. لا اكيد طبعا، كل واحد ليه دوره. طب وهي لو قررت انها هتوفق ما بين شغلها وما بين بيتها؟ لا اساسي برضه لازم هيكون في تاثير، مش هينفع الشرط. لا ما في اولاد وفي بيت وفي دنيا، كل واحد له دوره، فالموضوع منتهى يعني، مش هينفع. وديت انا بعاني منها، خلي بالك والله، انا بقيت خاطب يجي 7-8 نوبات بسبب الموضوع ده، عايزه تشتغل وعايزه تروح وتيجي. لا غلط طبعا، غلط. هي الست بتمثل الراجل، بتكمل الراجل، بتكمل زوجها، فلما الراجل يحترض ان الست معلش يجي لها مثلا وظيفه او يجي لها حاجه ويحترض على شغلها، ده غلط طبعا 100%، لان هي الست لما اخذه لما تمر يعني تساعد مع الراجل وتساعد مع في المعيشه مع اسرتها، ده شيء جميل طبعا.
لا مش هوافق عليه طبعا. طب ليه؟ لان هي اتعلمت وتصرف عليها وتعبت، فهي لازم لو جالها شغل في نفس المجال بتاعها وتخصصها تقدر تنجح فيه، فهي يبقى تلاقي حد تاني يمشي معاها في نفس المجال ده وتتجوز وتبقى واحد موافق على الموضوع ده. وده كان رأي الناس في الشارع. كانت معكم دينا محمد من برنامج مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل. وشفنا طبعا زي ما حضراتكم شفتوا رأي الشارع في موضوع ان الزوج احيانا بيقف عائق امام طموحات زوجته. يا رب نكون النهارده قدرنا نتكلم وتكونوا فعلا فعلا استفدتوا من الفقره دي، بان يا ريت يا جماعه وندي رساله لموضوع ان فعلا يا جماعه خليكم هيلبر، ساعدوا بعض، خلي الابتسامه دايما على وشكم، مش لازم يا جماعه دايما متأزمين وعاملين 111، خليكم ساتسفايد مبسوطين مستحملين بعض، عدوا لبعض، اعرفوا ايه اللي بيساعدكم واعملوه لبعض. مش هنقول نتنازل، لا هنقول بنتعاون مع بعض، خلي في سلاسه، السلاسه بتبقى مريحه. طبعا معانا تهنئه بتتقدم اسره الشركه المصريه الالمانيه ايجيك بخالص التهاني للاستاذ محمد سعيد مدير مبيعات الشركه بالغربيه على زفاف شقيقه الاستاذ احمد سعيد، وتتمنى له اسره البرنامج حياه زوجيه سعيده. طبعا يا جماعه يعني معانا صور، ويا رب تكون يعني بدايه حياه زوجيه سعيده وربنا يوفقهم ويكرمهم يا رب. مشاهدينا هنروح لتقرير الفقره الثانيه، خليكم معانا، فقره مهمه جدا جدا جدا، فقره مفاجاه، فقره عباره عن طفره في المجال الطبي زياده، لانه يعني هو قيمه كبيره جدا جدا انسانيه المجال الطبي. وهنروح للتقرير ونرجع لكم، خليكم معانا. مشاهدينا ورجعنا لكم بفقرة إيجابية، فقرة حلوة فاكهت الفقرات كلها، يعني أنا سعيدة جدا وقلبي مبسوط جدا بسبب الأخبار الجميلة. طبعا الله يرحمه يا رب، دكتور محمد مشالي، طبعا كلنا عارفين أنه هو متخرج من القصر العيني أخصائي بطنة وخريج الطب القصر العيني، يعني مثال لأطباء الرحمة، لأن فعلا الأطباء هم ملائكة الله على الأرض، وهم خط الدفاع في مصر وفي العالم كله، وهم جيش مصر وسلاحنا الأبيض. يعني إحنا كلنا لازم نعترف إن إحنا دلوقتي في مرحلة بناء دولة قوية جدا، ومش أي دولة يا جماعة. أي نعم كلنا في تحديات اقتصادية، وده كان طبيعي جدا يحصل. في ناس المحدود الدخل والطبقة اللي هم الفقيرة ابتدوا إن هم فعلا بيتأثروا بده. ظهر لنا طبعا بالصدفة البحتة من خلال طبعا رجل الأعمال غيث الإماراتي، ده بيحب من خلال قناته على اليوتيوب بيعمل أعمال خيرية كتيرة للمستحقين والمتعففين اللي هم ربنا عز وجل ذكرهم في القرآن الكريم، لا يسألون الناس إلحافة، الناس المتعففة اللي بتجاهد اللي بتكابد اللي بتكافح من أجل إن هم يعيشوا. لكن في وسط الظروف الاقتصادية التقيلة دلوقتي والغالية دي، في ناس ما بقاش معاهم حتى ان هم يروحوا يكشفوا او حتى ان هم يجيبوا علاج. فدكتور محمد مشالي الله يرحمه كان طبيب الغلابه، طبعا كلنا عارفينه، كان متبني ده الوجه، لو ما كانش حتى عايز يفصح او يعلن او حتى يعمل شو اعلامي لنفسه ان هو بيتبنى الحالات الغلابه. كشفه كان 5 جنيه، ولما غلي بقى 10 جنيه. كان اللي ما بيقدرش من الغلابه ان هو يدفع حتى فلوس الكشف ما كانش بياخد منه، اللي ما كانش معاه فلوس يجيب دواء كان هو بيجيبه له وما بياخدش منه اي فلوس. بنشكر جدا 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 دكتور احمد الشاعر، احمد السيد الشاعر، اخصائي اطفال وحديثي الولاده بالغربيه، لان الطبيب المحترم، الطبيب الانسان، الطبيب يعني الملاك على الارض الدكتور احمد الشاعر، كلنا بنشكرك على ان حضرتك طبعا تبنيت وتوليت دلوقتي كل او معظم حالات دكتور الله يرحمه محمد مشالي، وطبعا ماشي على نفس نهجه ونفس واخده ليك كمثل اعلى وكقدوه حسنه جدا، ربنا يجازيك كل خير. و يعني بنشكر جدا 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 الدكتور احمد الشاعر والله يرحمه الدكتور محمد مشالي. هنروح لفاصل مشاهدينا ونرجع لكم تاني. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني. اكيد طبعا كلنا الفتره دي محتاجين التكاتف والمسانده والدعم لبعض والمساعده.
بدأها زي ما قلنا قبل الفاصل بمحط الصدفة ربنا عز وجل شهره دكتور محمد مشالي الله يرحمه من خلال غيث طبعا. وبنشكر طبعا رجل الأعمال غيث على المشاركات الجميلة اللي بيعملها في دول كتيرة جدا، والناس مستحقين والناس متعففين ومحترمين جدا، بيحاول يساعدهم ويدعمهم وحتى بالهدايا أو بالدعم المادي. حاول يعرض على دكتور محمد مشالي بعض الهدايا، وان هو ينقل العيادة بتاعته المتواضعة وينقلها في مكان أكبر وأفضل، وعرض عليه خدمات مادية كتيرة جدا. دكتور محمد مشالي رفضها كلها، ما أخدش منه غير بس السماعة اللي اداها له رجل الأعمال غيث وبس، واكتفى بكده وقال له كل الدعم اللي انت عاوز تتبرع بيه ياريت تتوجه لأقرب جمعيات خيرية. محتاجين يا دينا نناشد كل أطباء أصحاب المستشفيات وأصحاب سلاسل الصيدليات إن احنا نعمل مبادرة للأطباء إن احنا على الأقل مرة واحدة في الشهر أو مرة واحدة في الأسبوع نخلي الكشف من غير مقابل أو بمقابل رمزي للغير قادرين. تمام. ومن خلال برنامجنا نحاول نوصل أي دكتور حابب يساعد بالحالات الإنسانية الغير قادرة بالموضوع ده من خلال رئيس التحرير أستاذ تامر خطاب والمنسق العام مصطفى أستاذ مصطفى عبدالله. هم حطوا أوريدي أمنية الأرقام بتاعتهم الأستاذ تامر خطاب والأستاذ مصطفى عبدالله للتواصل عشان يجوا يشرفونا في البرنامج إن شاء الله بإذن الله بالمبادرات المحترمة جدا من أطباء الإنسانية. وبإذن الله إن شاء الله يا جماعة إحنا محتاجين فعلا محتاجين مشاركتكم دي، أنتوا فعلا أطباء رحمة وملائكة الله في الأرض، وفعلا إحنا بنتشرف بيكم كخط دفاع وكجيش أبيض. ومش هننسى وقفات كل الأطباء وكل حتى الممرضات وكل الناس المحترمين اللي شغالين في هذا المجال طبعا في أزمة الكورونا اللي لازلنا لحد دلوقتي بنشتكي منها. الأرقام موجودة وياريت تتواصلوا معنا على الأرقام اللي موجودة. طبعا يا جماعة يعني معانا تهنئة تتقدم أسرة برنامج نحو الهدف بخالص التهنئة القلبية للإعلامي أشرف الحداد بمناسبة ترشيح نجله المهندس حسام أشرف الحداد بكلية الهندسة بشبين الكوم، وبتتمنى له دوام النجاح والتوفيق. ومعانا صور هنعرضها لحضراتكم. وفي تهنئة كمان تتقدم أسرة برنامج نحو الهدف ورئيس التحرير الأستاذ تامر خطاب بخالص التهنئة القلبية للدكتور محمد عبد الستار عفوا دهمين، وتتمنى له أسرة البرنامج حياة زوجية سعيدة. تمام يا أمنية، يعني النهاردة الفقرة ختامه مسك زي ما بيقولوا، يعني ختمنا بفقرة حلوة جدا جميلة وإيجابية جدا يا دينا جدا جدا، ومحتاجين بجد المشاركة لكل الصيادلة المحترمين اللي عندهم سلسلة وأصحاب المستشفيات في ناس كتيرة جدا يا أمنية عندهم سلسلة صيدليات، وفعلا ما شاء الله يعني ربنا فتح عليهم جدا جدا ويقدروا ان هم يشاركوا بقلب ولو قدروا ده يعني بصراحة منزلنا حسناتهم عند ربنا تخفيض يتأكدوا جداً. لان في ناس انت عارفة طبعا ان في ناس مش هنقول بيتسولوا لكن بيوفروا، يعني يقول لك انا محتاجه هو اصلا يعني مستوى المادي مستريح جدا. لا، المستحقين اللي يثبت انهم فعلا يستحقوا الدعم والمشاركه والمساهمه ياريت يا جماعه الاطباء الصيادله يعني ياريت يتاكدوا واللي فعلا بيستحق يساهموا معاه تخفيض الروشته بتاعه الدواء، تخفيض الادويه اللي بتتصرف والمستشفيات والمستشفيات ياريت المبادره المحترمه من الاطباء المحترمين اللي عندهم طبعا مستشفيات سواء كبيره او صغيره، اي حد يقدر يشارك اي مشاركه وحتى لو كانت بسيطه. احنا سيبنا الارقام للتواصل معانا، وياريت تشرفونا وتنورونا في المبادره المهمه جدا دي، جزاكم الله كل خير. مبادره فعلا انسانيه مهمه جدا جدا جدا، بتعلي الفاليو والقيمه بتاعه مهنه الطب، وهي اوريدي يعني من اقيم واهم المهن الانسانيه، يعني مهنه الرحمه، مهنه ان انتوا بتخففوا الالام النفسيه والجسديه، وكمان ان انتوا قد ايه بتشاركوا بمشاركة إنسانية وبتخففوا كمان يعني العاتق اللي على أكتاف الناس الغلابة دي المادي. طبعا ترحموهم. طبعا فعلا محتاجين يعني المبادرة دي فعلا تتعمل. ياريت يا جماعة فعلا كل الأطباء المحترمين اللي بيسمعونا دلوقتي
يعني ان شاء الله باذن الله يعني نلاقي النهارده مكالمات وتفاعل قوي جدا وايجابي جدا. ويا ريت يا جماعه كل مشاهدينا يعني شاركونا على صفحاتنا على الفيسبوك، وفعلا المستحقين يتفاعلوا والاطباء كمان يا ريت يتفاعلوا معانا. ندى اهلا بحضرتك يا ندى. اهلا يا دينا، اهلا بيك. صوتك صغير. اهلا بيك، اتفضلي. بس انا عجبني اول الموضوع اللي بتتكلموا عليه، وفعلا في اطباء كتير جدا في مصر ويعملوا كده، وانا ممكن ابقى معاكم في المبادره، وانا صحفيه شغاله، والمبادره تكبر باذن الله بينا كلنا. يا ريت، يعني احنا فخورين جدا جدا بالمشاركه المحترمه منك يا استاذه ندى. يعني ان شاء الله باذن الله يا ريت كل الاطباء اللي بيسمعوا حضرتك وبيسمعوني انا وامنيه يعني يستجيبوا ان شاء الله باذن الله، ويا ريت نتفاجئ بكم هائل من اطباء مصر المحترمين. معروفين ان اطباء مصر يعني القاده في الطب للعالم كله، يعني احنا عارفين لما بتسدوا بتسدوا، ولما بتساعدوا بتساعده. ويا ريت بنناشد كل المواطنين المحترمين اللي فعلا بيستحقوا يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، والاطباء المحترمين يشاركونا يا ريت، زي طبعا دكتور المحترم دكتور احمد سيد الشاعر اللي طبعا عمل المبادره دي لوجه الله، ما بيحبش ابدا، لا كان عايز اصلا اسمه يتعرض ولا كان عاوز شو اعلامي، راجل محترم جدا جدا يستحق فعلا كل شكر وتقدير، وعايزين كل اطباء مصر يتخذوه كمثال وقدوه حسنه جدا. ويا ريت يا جماعه كلنا نتكاتف ونتعاون للمبادره المهمه جدا جدا دي. ان شاء الله يا دينا، يعني دكاتره مصر تعمل المبادره، هم قدها وقدود يا امنيه. طبعا طبعا، وفعلا والله مشرفينا في كل الدول، في دول كتيره جدا يا امنيه والله فعلا بتنزل مصر مخصوص لعلاج اسنانها، لعلاج الكبد، لعلاج احنا عندنا اصلا التعليم، يعني عندنا كويس على فيروس سي فتره قليله قليله قوي، مش هنقول قضاء 100% لكن قللناه بصوره كبيره جدا وطفره. بنشكر السيد الرئيس طبعا يعني عبد الفتاح السيسي شكر خاص جدا، و يعني على المشاركات الجميلة والإيجابية دي، وياريت الأطباء كلهم يشاركوا إن احنا فعلا الفترة دي يا جماعة عايزين فعلا يا جماعة كلنا نتكاتف ونتعاون ونتفاعل. والمبادرة المحترمة لدكتور أحمد سيد الشاعر فعلا دخل بقلب جامد يا أمنية. طبعا وقدر يثبت الحالات اللي اتضررت بعد وفاة دكتور محمد مشالي، يعني قدر يثبت أن الأطباء مش بيبصوا للعائد المادي بس، وأن هم مش مجرد أن هم عايزين يحصلوا على أكبر كم من الفلوس في أقل وقت ممكن. لا لا، ده كان دكتور عظيم جدا، مش باصص للفلوس اصلا. اطباء الانسانيه فعلا يا دينا، يعني حتى اللي مش قادر ان هو يدفع ما بياخدش منه فلوس، وتبنى كل الحالات بتاعه الدكتور معظمها محمد، مش هنقول كلها، معظمها الحالات اللي اتضررت كمان بعد وفاه دكتور محمد، يعني كان حاجه عظيمه جدا جدا وموقف عظيم جدا منه، يعني من دكتور يستاهل الشكر جدا. شكرا جدا استاذ دكتور احمد الشاعر، شكرا أحمد جدا احمد سيد الشاعر، بنشكر حضرتك جدا جدا. وعايزين بقى باذن الله مزيد من الاسماء ومزيد من الاطباء ومزيد من القاده في مجال الطب يبقوا معانا باذن الله يشرفونا في الحلقات الجايه. عايزين بقى يا جماعه مش محافظه الغربيه بس، احنا عايزين القاهره، منصورة، اسكندرية، مش عايزة انسى ولا محافظة، عايزة اتفاجئ بكم هائل من اللي فعلا فعلا الاطباء اللي جزاهم الله كل خير. يوم يا جماعة في الاسبوع او يوم كل اسبوعين، ثلاث اسابيع، يوم في كل شهر، يوم يا جماعة في الشهر. ان شاء الله يوم في السنة بس فعلا يوم فعلا في الشهر. احنا محتاجين ده، الناس الغلابة المتعففين هتريحوهم وترحمهم جدا. كنت انا وامنية يعني سعداء معاكم جدا في جداً. الحلقة بتاعة النهاردة يا رب نكون قدمنا لكم حلقة تكون نالت حسن ظن حضراتكم، وبإذن الله إن شاء الله انتظروني أنا وأمنية صاحبتي وزميلتي وأحلى مذيعة في الدنيا، ومعنا طبعا الأستاذة هدير، ومعنا الأستاذة ندى، ومعنا مجموعة كبيرة جدا إن شاء الله كامل. انتظرونا في حلقات قادمة قوية ومختلفة. تحياتي دين حمدي.